معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان، مرحبا بكم. سيد عمر، إذا أصدرتم بيانا بشأن ما يحدث في قضاء الطرمية شمالية بغداد، ما الأهداف والغايات لهذه الممارسات؟ أهلا وسهلا بك، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة هذا التقرير هو ليس فقط للطارمية وإنما لمحافظة ديالى وأيضا لمناطق حزام بغداد الأخرى مثل الرضوانية، وهذه هي المناطق منذ 2003 وإلى اليوم تشهد عملية تهجير قسري ممنهجة من قبل القوات الحكومية ومن قبلها القوات الأمريكية، حيث عملت هذه القوات الأمريكية في وضع حجرة الأساس لبناء مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال هذه الممارسات اللا إنسانية والممارسات القسرية التي تتبعها في المنطقة، وتبعها في ذلك من بعدهم القوات الحكومية وحكومة منطقة بغداد. هذه القوات الحكومية تأتمر بأوامر خارجية، هذه الحكومة تنفذ مخطط كبير يراد تنفيذه في العراق، وبالتالي فإن هذه المناطق هي التي تشهد الحلقة الأولى من هذه الصراعات العنيفة وهذه الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، وبالتالي نرى في كل حين أن هذه المناطق تشهد عمليات عسكرية واسعة من أجل التخلص من أبنائها وسكانها. سيد عمر، لماذا هذه المناطق تحديدا التركيز على مناطق حزام بغداد وأيضا كما ذكرتم محافظة ديالى، ما الهدف من هذه المناطق؟ هذه المناطق هي تعد يعني ممرا استراتيجيا وتعد مناطق خصبة للمشروع الأمريكي والمشروع الإيراني في العراق إذا ما تم تنفيذه بشكل على هذا المنوال، وبالتالي فإن هذه المناطق أيضا تتمتع بالعيش المشترك، حيث تكون هذه المناطق من الشيعة والسنة، وهذه من السهل يعني إدراج أو تنفيذ المخططات الاستعمارية وارتعال الأزمات بين مكونات هذه المناطق المجتمعية. فهي تقوم هذه القوات الحكومية بزعزعة الأمن والاستقرار في هذه بحجة مكافحة الإرهاب وبحجة نعم، أفهم من كلامك سيد عمر أن هذه الممارسات يعني تؤثر في الواقع الميداني، يعني هل هناك جهات تدفع لإشعال فتيل الحرب ما دمت قد ذكرت أن هذه المناطق تتمتع ب يعني واقع مشترك لأطياف الشعب العراقي والذين يتعايشون في هذه المناطق؟ نعم، يعني الحكومة والميليشيات والأجندة الخارجية تريد افتحال هذه الحرب ما بين المكونات السنية والشيعية في هذه المناطق، ولكن سكان هذه المناطق بالأصل إلى الآن والحمد لله لم تكن هناك يعني حروب مجتمعية وحروب طائفية ما بين مكونات المجتمع، وإنما هي حرب طائفية سياسية، حرب طائفية من قبل الحكومة، حكومة بغداد والميليشيات المتنفذة، حيث تقوم هذه القوات بتنفيذ هجمات على أهل السنة بحجة حماية يعني الأقليات الأخرى وبحجة مكافحة الإرهاب، وهذه يعني العمليات التي تقوم بها هذه القوات الحكومية. لو رجعنا إلى التاريخ قليلا إلى عام 1990 وما قبله عام 1980 عندما قامت هذه يعني قامت هناك يعني حروب يعني ما بين القوات الحكومية في ذلك الوقت على الأنفال، وأيضا في حرب البوسنة والهرسك وغيرها من الحروب الطائفية في المنطقة وفي العالم، أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات التي توقف هذه الجرائم وتعاقب وتحرم وتجرم من يقوم بهذه الفعل، ولكن منذ عام 2003 إلى اليوم لم يصدر هناك قرار من مجلس الأمم المتحدة بأن يدين هذه الأفعال وأن يجرم هذه ويجرم هؤلاء القتلة الذين يقومون بهذه الممارسات الإنسانية والتي هي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التي أقامت على أساس الحق والعدالة في تنفيذ مشروعها الحضاري في العالم.
نعم وللأسف إلى الآن لم ننظر إلى هذه المجلس الأمن الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وتتحكم فيه القوى المتغطرسة في تنفيذ يعني وقف هذا الإجرام الحكومي بحق أبناء الشعب العراقي، وإلا لم يعني تكون هناك يعني ليس هناك فرق ما بين هذه الحوادث التي، بالعكس أن هذه الحوادث الآن التي تجري في طارمية وفي ديالى وفي الرضوانية وفي مناطق حزام بغداد الأخرى وفي حتى في نينوى وفي غيرها من المناطق التي تشهد نعم نوع من العيش المشترك ما بين، تقوم هذه الحكومة بزرع الطائفية وببث نعم الفتنة وبالعمليات العسكرية الطائفية حتى تكون هناك عمليات عسكرية تقوم من خلالها تغيير ديموغرافي حقيقي في العراق من أجل المصالح الإيرانية والأمريكية في المنطقة. لكن كيف تفسرون هذا التجاهل الذي ذكرته بخصوص المجتمع الدولي وما يمثله من أمم متحدة ومجلس أمن لما يحدث من ممارسات طائفية داخل العراق؟ وأين دور المنظمات الأممية والدولية حتى المستقلة في ذلك؟ حقيقة هناك ازدواجية في التعامل في المعايير في هذه الحالة وخاصة الحالة العراقية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لها السطوة الكبرى في هذا الملف، وهي تمنع كل الدول أو من الدول التي تريد أن تغير الواقع العراقي أو تحاول أن تغير من الوضع الحالي في العراق، وأيضا أن يعني المنظمات الدولية باتت عاجزة أمام الضغط الأمريكي وأيضا الضغط الإيراني أو التكتم الإعلامي، يعني في على سبيل ما يجري في محافظة يعني في منطقة الرضوانية وفي غيرها من مناطق حزام بغداد، هناك تعتيم إعلامي وعسكري حول ما يحدث فيها، لولا أن هناك شهود عيان يعني يبادرون في بإدلاء شهاداتهم إلى المركز لتوثيق هذه الحالات وعرض هذه الحالات على المجتمع الدولي، وإلا فهناك يعني ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتعتيم إعلام من قبل نعم الحكومة وإيران على هذه الملفات الخطيرة التي تكون في يعني هي جرائم حرب ترتكبها هذه القوات الحكومية وانتهاكات جسيمة خطيرة طيب تدين من أعلى هرم في الحكومة الحالية إلى أقل موظف على علم نعم ودراية سيدي بهذه الانتهاكات الخطيرة. أشكرك شكرا جزيلا سيد عمر الفرحان من بغداد عبر سكايب عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.